بدأ الناخبون المصريون المسجلون في الكويت صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. من جانبه أكد سفير مصر لدى الكويت عبد الكريم سليمان أن إقبال أبناء الجالية المصرية على الاستفتاء خلال الساعة الأولى للتصويت يعتبر إقبالا غير مسبوق مقارنة بالاستفتاءات السابقة. بدأ المصريون بالخارج في التوافد على مقار السفارات والقنصليات المصرية للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في عملية تستمر حتى الأحد المقبل. ففي الكويت استقبلت القنصلية المصرية أبناء الجالية الذين اصطفوا بالطوابير منذ الساعة 9 صباحا موعد بداية التصويت، والذي من المقرر أن ينتهي 9 مساء. أنا جيت اليوم عشان خاطر أستفتي على الدستور وأدلي بصوتي، وأنا أدليت بصوتي وقلت موافق على الدستور بعد متابعة كل مواد الدستور في التلفزيون ومناقشتها عن طريق السيد عمرو موسى ولجنة الخمسين. وحول عملية التصويت أقر الكثير من المقترعين بأن السفارة نجحت في تقديم جميع التسهيلات للمصريين للإدلاء بأصواتهم. الإجراءات سهلة جدا وميسرة جدا، وزي ما انت شفت الواحد ما فيش يعني أقل من 5 دقايق، أقل من 5 دقايق. الحمد لله احنا مسجلين في قاعدة البيانات. من جهته أكد السفير عبد الكريم سليمان أن إقبال أبناء الجالية المصرية في الكويت على الاستفتاء يعتبر إقبالا غير مسبوق مقارنة بالاستفتاءات السابقة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود السلطات الكويتية التي تقدم كافة أنواع الدعم الأمني والطبي واللوجستي. العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر، الإقبال يعني منقطع النظير زي ما بيقولوا، فاق كل التوقعات. الأعداد حتى هذه اللحظة يعني مر 3 ساعات فقط يعني تجاوز 1500 ناخب. السفارة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين المصريين لإجراء عملية التصويت في خلال 3 إلى 5 دقائق على الأكثر. السلطات الكويتية، السلطات الأمنية، وزارة الخارجية الكويتية، كافة السلطات في الكويت تقدم لنا المساعدات والتسهيلات. ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، أي بالتصويت الشخصي، فيما تم إلغاء التصويت البريدي الذي كان متبعا في عملية انتخاب رئيس الجمهورية عام 2012.